30 لوحة فنية لسعاد حسني الملقبة بسندريلا السينما العربية تعرض لأول مرة في لندن منذ وفاتها في ظروف مشبوهة ليس بعيدا من المعرض هذا. الأعمال هي للفنان المصري محمد أبو النجا لإحياء ذكرى هذه الأيقونة التي كانت تمثل رمزا جماليا أواخر القرن الماضي. Perhaps from a slightly oblique point of view, which again is typical of her character. Nobody was quite sure what her character was or who she was, or of course the circumstances in which she died. So these works have particular poignancy and relevance in the fact that they reflect that slight ambiguity as well. تركيب اللوحات اعتمد على مزج بين فن التصوير والرسم على ثلاث طبقات بألوان مختلفة للتحكم في إظهار ملامح وتعابير وجمال فنانة بموهبة ومهارة تمثيل خارقة جعلتها من السهل تجسيد مختلف الشخصيات إلى جانب الرقص والغناء في مسيرتها الفنية الحافلة. He shows her in different films, not just because he was interested in her acting, but because she displayed many different talents through her movies, such as her singing, her dancing, and she did convey quite a lot of emotion in some of the characters that she played. سعاد حسني كانت رمزا للأنوثة والنضال حتى بعد وفاتها حيث ظهر في ثورة 25 من يونيو جرافيتي وستانسل للفنانة الراحلة في شوارع القاهرة وبعض مقولاتها وأغانيها الشهيرة مثل البنت زي الولد وبانو بانو على أصلكم. سعاد حسني تفوقت على بنات جيلها وأصبح لها لون متفرد فرضته موهبتها الفطرية فكانت نجمة نادرة الوجود ونجمة لا تحمل مواصفات النجومية المتعارف عليها. مصطفى زارو، العربية، لندن.